العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين وبعد، فإنني أحيي هذا التوجه الجديد في بلد من أعرق البلاد الإسلامية، بلد الإمام البخاري والأئمة الكثيرين، سواء في الفقه الحنفي أو التصوف السني أو العقيدة الإسلامية السنية الماتريدية والأشعرية، فليس هناك من فرق يذكر، وإنما هما أخوان شقيقان لا يختلفان. أحيي هذا الاتجاه الجديد الذي أعتقد أن من بدأوه سيذكر لهم التاريخ هذا في صحائفه الباقية، وأهم من ذلك أن سيذكرون عند الله سبحانه وتعالى في من عنده. وأعتقد أن سيكون لهذا التوجه الكريم لإحياء علوم الدين في هذه البلاد التي منها شع النور، نور السنة المحمدية، سيكون له أثره على باقي البلاد الإسلامية المحيطة إن شاء الله. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.